يقول كده يعني، قال لك اساطير الكوره فعلا ابو تريكه يعني يستاهلوا. طبعا اسطوره برضو الكابتن علي هيبقى اسطوره. لا لا خلاص والله حبيبي يا ميدو، عامل ايه؟ الحمد لله الدنيا كله كلها كويس. جميله الحمد لله. فل واخبار النادي ايه؟ كله تمام. انا شايفك موجود شويه عشان ماتش. انا صح، الناس عارفاني قبل الماتش بتاع النادي الاهلي، لما يكون ماتش تحس ان انا داخل العب ماتش، اصلا داخل في معسكر ماتش والله العظيم. فعلا انت شفتني انا فعلا مشدود. ماتش يشد يعني، بس مش عايزين الاحساس للجماهير يعني. لا خالص، مش 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 هي الاحساس لحاجه، لكن هي المباراه اخذت طابع الشد من بعد مباراه القاهره هنا. لكن اللي انا عايز بس الناس تطمن، عشان اصل انا عشت يمكن لحظات يمكن اكتر من دي كمان. ان لعيب الكوره اول ما بينزل الملعب ميدو، وانت اكيد عارف كده، بيفصل تماما ايه اللي بيحصل بره. خلاص ما فيش اي مشكله. واللي يطمن كمان، يا احنا بتلعب في تونس، ما بتلعبش يعني، بتلعب في بلد عربي، علاقات الحمد لله طيبه جدا جدا بين مصر وتونس وجمهور الترجي. وفي حاجه كمان، ان الاهلي مش طرف في اي مشكله، يعني جماهير الاهلي او الاهلي نفسه مش طرف في مشكله خالص. هو لكن كل التعقيب كان على الحكم، موضوع وليد ازارو اللي استغربت جدا من سرعه القرار اللي اتخذ في وليد. لكن من بعد مباراه هنا يا ميدو، واللي حصل والكلام الكتير واللي سمعتك دلوقتي في المقدمه، ان في ناس يعني بتنفخ في النار. طبعا شغلانتها كده، كانت الموضوع شغلانتها كده، اهميه كبيره جدا. كان لازم الاتحاد الافريقي هياخد قرارات قبل المباراه الى حد كبير، تعمل تهدئه شويه لجمهور الترجي. انا بحييك، ده لازم انا بحييك لازم. وانا طبعا وليد ازارو نجم كبير، بس انا قلت ماشي يعني لازم كانت تاخد قرارات يا ميدو تهدي الاجواء شويه. على اساس النادي الاهلي يروح ما تبقاش الاجواء مشحونه قوي. فحصل كده قرار سريع بالنسبه لازارو، موضوع المدرج اللي بالنسبه لجماهير الترجي هيتفتح. هو بيحاول يرضي الترجي ان هم حاسين في ظلم عليهم، وده برضه بعيد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بقى مش طرف في الموضوع خالص. وفي نفس الوقت الامور بتهدى شويه، موضوع وليد فالناس هديت شويه. لكن اللي انا عايز اقوله وعايز اطمن الناس كلها، مهما كانت الاجواء مشدوده ومن حقهم ان هم يفكروا في الكاس زيك زيهم بالظبط، لكن انت كسبان 3-1 هنا، ما توصل هناك كل الجماهير دي ماشي اهلا وسهلا بيكوا ويحيوا ويشجعوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه. اول ما الحكم يصفر، في نقطه دايما بقولها ميدو، في 11 ضد 11 مفيش جماهير بتلعب في الكوره، وممكن الجمهور ده يبقى باثر سلبي على الترجي. ولاعيبه الاهلي ما شاء الله، لما نيجي نتكلم عن المباراه دلوقتي، لا عندهم المواضيع دي ما فيهاش اي مشكله خالص. بس المباراه زي ما حضرتك قلت يا كابتن خالد، اكتر مش المباراه، الاحداث هي اللي ادت المباراه اهميه كبيره جدا وتشدت. حضرتك ما اتكلمتش في المباراه من بعد المباراه على طول خالص. لا لا لا، طب ما تيجي نتكلم بس.